استاذ احمد السيد، السلام عليكم يا استاذ احمد. منور يا استاذ عبد الناصر، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليك. تحياتي ليك ولكل متابعينك، واعلم بكل الناس اللي بتتفرج علينا في كل مكان. يعني خلاص، هي ساعات الاهلي وبتروجيت في اول ظهور لريكاردو سواريش المدير الفني الجديد، ولكن ابدا معاك قبل ما نتكلم في الاهلي وبتروجيت، ابدا معاك في يوم عمل الثاني لريكاردو سواريش وكلامه في المؤتمر الصحفي. طبعا كل الناس سمعته، انا مش عايز اكرر، ولكن ناخد منه المفيد اللي استوقفنا، وفي نفس الوقت تاني يوم تدريب كيف هو الحال، ونتكلم عن مباراة الاهلي وبتروجيت. يعني عاجبني يا استاذ عبد الناصر كالعاده تنظيم النادي الاهلي للمؤتمر الصحفي، يمكن زي ما حضرتك كنت متوقع التوقيت، وبالفعل يعني كالعاده يعني يوم 1/7 جاء المؤتمر الصحفي مع بدايه عمل شركه الاهلي لكره القدم. زي ما اداره النادي الاهلي اعلنت ان شركه الكوره بتتولى خلاص ملف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. الشكل الجمالي يعني عاجبني تنظيم التنسيق، كابتن حسام غالي كان متواجدا، وضح طريقه التفاوض مع يعني سواريش، اتكلم كمان بمنتهى الامانه على ان كان في تفاضل او مفاضله ما بين 4 مدربين كبار، لكن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي كان سهل جدا فيها التفاوض، مرن جدا، اتكلم على ان سواريش ليه طموحات واضحه مع الفريق ويعلم قيمه النادي الاهلي وجماهيره، علشان كده ده سهل المفاوضات بشكل كبير. واتكلم الكابتن حسام غالي بلسان حال النادي الاهلي، نحن بندعمه، كلنا خلفه، كلنا وراه، وبتمنى من جمهور النادي الاهلي مساندته في الفتره القادمه. ودي اعتقد رساله واضحه من عضو مجلس اداره النادي الاهلي. في نفس الوقت يمكن سواريش مش هعيد الكلام اللي قاله، كلنا اتفرجنا على المؤتمر الصحفي، ولكن عجبني توضيح المهام الوظيفية لكل فرد في الجهاز الفني، عجبني إحساسه. ايوه ابو حميد، رحت فين؟ يا استاذ احمد رحت فين؟ ايه ده؟ يا ابو حميد، يا استاذ احمد، يا أستاذ أحمد رحت فين؟ تفصل يا أحمد. فصل الخط من عندك، اتفضل يا أستاذ أحمد. معلش انا بعتذر. اتفضل. سواريش كمان عاجبني زي ما انا بقول توضيحه للمهام الوظيفية لكل فرد في الجهاز الفني، شكره لسامي قمصان على الفترة الماضية وتأكيده على قيمة سامي قمصان في الاستفادة من خبراته وقدراته الفنية الفترة القادمة، ده بيأكد برضه إن راجل عارف قيمة سامي قمصان ومعاه مدرب بيستفيد بيه، فريق عمل يا متكامل محمد، هيشتغل لمصلحة النادي الأهلي. عجبني زي ما انا بقول انه قال انا اتفرجت على 4 ماتشات للنادي الاهلي، نعلم ان الضغوط هتبقى كبيره لكن احنا بننافس على كل انت مش البطولات. شغال. عجبني كمان هو ذكي كمان، يعني قبل تيشيرت النادي الاهلي وشكر جماهير النادي الاهلي على الدعم لا، والمساندة. هو بص، انا من الاخر، اجعلني اقول لك تصريحا من الاخر، اتفضل. من الاخر، ارى منور جوزيه في الاربعينات اهو. انا تصريح على مسؤوليتي، بعد 48 ساعة من متابعة دقيقة لريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، انا ارى منول جوزيه وقد انخفض سنه الى الاربعينات. منول جوزيه في الاربعينات، الراجل واضح انه واخد كرسي مركز من منول جوزيه، واحفظوا هذا التصريح والايام بيننا. عجبني هدوءه، عجبني اتزانه النفسي، حتى على سيره مانويل جوزيه هو قال لك انا لميت اكبر قدر من المعلومات عن نادي القرن قبل المجيء، ورجعت طبعا لمانويل جوزيه اللي قال لي انت بتمرن من اكبر انديه العالم، مش اكبر انديه في مصر والقاره الافريقيه، قال لك خدت معلومات كتيره من مانويل جوزيه وبيساندني وبيدعمني، وقال لي انت محظوظ انك تبقى موجود في النادي الاهلي. فلا يعني واضح الراجل حابب وعارف هو جاي يعمل ايه.
عارف قيمة الأهلي، عارف قيمة جمهوره، عارف الضغط اللي هيبقى عليه، هو متزن وهادي مركز، عارف بيقول إيه، محضر كويس. فأعتقد كل دي إن شاء الله تبقى عوامل نجاح وتبقى عوامل إيجابية. سواريز بيبدأ مهمته بعد 48 ساعة أمام بتروجيت في بطولة كأس مصر، مباراة يا خاسر يا فايز، يعني لا بتكمل في البطولة لا بتودعها. كمدير فني تاني كنت ممكن تطلب ان انت ما تكونش موجود في مثل هذه المباريات، تبقى تمسك مثلا من مباراة الجونة او، لكن الراجل واخد التحدي في اقل من 48 ساعة، بيقود مباراة مع الفريق، مركز، تدريبات قوية جدا بدون راحة. الهرموني مع الفرقة من وجهة نظري في اختصار لا يقل عن 6 شهور. يعني هو تحس بحس فعلا ان مش لسه جاي ما طبعا، خلي يعني بالك، ما بقول لك فارق. يعني بص، انت بص اجيب لك من الاخر، افسرها لك تاني. انا حاسس ان مانويل جوزيه كان بيدرب واحد وراح جاء للاهلي، انا معايا حد مدربه، انا عاجبه لكم يدرب الفرقه. فالراجل حافظ لما جه الفرقة. جه 48 ساعة مش محتاج يعرف اللعيبة. يعني انا بختلف مع الكابتن احمد شوبير، سامعه بيقول لسه ما عرفش اسامي اللعيبة. لا، انا مختلف معاك يا كابتن احمد. يا كابتن احمد، ده جاي حافظ الحيطان مش اللعيبة، ده جاي حافظ المداخل والمخارج والدنيا كلها يا كابتن احمد. ده الراجل قال جملتين يدل انه حافظ. تقول لي حافظ لعيبة؟ قال لك جمهور لا يقبل الهزيمة، عايز فوز في كل مباراة، ولا يقبل خسارة بطولة. ده مانويل جوزيه اللي كان دايما يقول الجملتين دول على طول. حتى التصريحات دي من بعد مانويل جوزيه ما مشي ما حدش قالها. يعني موسيماني كان دايما، ليه جمهور الاهلي متضايق منه، كان دايما يقول لك هو في حد في الدنيا يفوز كل الماتشات؟ في حد يفوز كل البطولات؟ يروح يردين على الاهلي يقولوا له هنا. ده جاي بيقول لك الى الجمهور. طبعا الهزايم ورده والتعادل وارد والدنيا كلها ورده، ولكن انا بكلمك ان الراجل جاي مهيأ نفسيا انه هيتعامل مع شريحة مختلفة من الجماهير. لا بص، وبعد كده ما بيتكلمش انه كلم مانويل جوزيه كلام عابر، ده بيتكلم في تفاصيل دقيقة يعني، ومكالمات واضح انها كانت مطولة وكانت كثيرة. وبعد كده يتواضح انه كلم مانويل جوزيه لما اتعرض عليها، وكلم مانويل جوزيه لما دخل في المفاوضات، وكلم مانويل جوزيه لما شاف الفيديوهات، وكلم مانويل جوزيه لما شاف الفرقة، وكلم مانويل جوزيه لما مش عارف. لا لا، واضح الدنيا. يعني انا ارى مانويل جوزيه وقد اراه امامي في سن الاربعينات، وحاسبوني على هذا الكلام وانا بتكلم بخبرة السنين. ريكاردو سواريش أراه مانويل جوزيه في الأربعينات. التوفيق ده بقى بتاع ربنا، أنا ماليش دعوة بالنتائج، ده التوفيق بتاع ربنا. اتفضل يا عم. انا متفق معاك يا استاذ عبد الناصر، وزي ما انا بقول لك انا عاجبني هدوءه، عاجبني اتزانه، عاجبني انه مش جاي يتفاجئ، هو تحس انه جاي عارف النادي الاهلي، عارف تاريخه، وعارف جمهوره، وعارف بطولاته، وعارف لعيبته. النهارده لا، النهارده سواريز في 48 ساعه ما تحسش انه لسه مدير فني جديد للنادي الاهلي، فدي بتاثر. وعارف انت زي عبد الناصر دايما في اي علاقه مدير فني باللعيبه يقول لك بياخد وقت على ما يدوب التلج اللي في العلاقه دي، لا دوبه من قبل ما يجي، دوبه في اول 5 دقايق من التمرين، دوبه بانه اتكلم مع اللعيبه وحضر نفسه واتكلم عن مباريات الزمالك واتكلم واتكلم واتكلم. فهو سواريز يعني اعتقد فراشه او موفقه ميلة ليه، بقول قلب لك احمر 48 ساعه مش او عايزين واحد نزود اخضر. الامور، لكن انا بقى والله بمنتهى الامانه على المعطيات اللي انا شايفها، على كلامه في المؤتمر الصحفي، على طريقه تقديمه لزملائه في الجهاز الفني، نمسك على حديثه فراشه على سامي او قنصان، ميلة قلب على تقديره احمر للكابتن محمود او الخطيب واحد النهارده، اخضر. كلامه لجمهور الاهلي، تحديه، ويعني زي ما انت قلت مش حابب المقارنه. كان في مدير فني غيره يقول لك انا لا قاعد ببطولات، المباراه هنا نمسك مضغوطه، فراشه انا او عارف مباراه ميلة كل قلب. 48 ساعه ولا كل 72 ساعه مباريات صعبه، لا الراجل يقول لك انا قابل التحدي، ما عندناش نمسك اعذار فراشة جمهور أو الاهلي. ميلين فكل قلب. دي تدي حاله من التفاؤل، وانا مع الكابتن حسام غالي اللي يقول لك يلا كله يساند، كله يدعم، كلنا وراه، فعلا جمهور النادي الاهلي هيساند سواريش، واعتقد هيبقى في استقبال مميز ليه النهارده في مباراه بتروجيت فيها 9 مساء. نتمنى له رب التوفيق، ككونه مدير فني برتغالي موجود في الكره المصريه هيبقى ليه اضافه
وهيبقى ليه تفوق وهيبقى ليه يعني قيمة بإذن الله في الفترة القادمة بإذن الله. طيب نروح لماتش الاهلي وبتروجيت يا ابو حميد. التمرين النهارده برضو كالعاده عجبني، فيها اضافات، فيها تعديلات، فيها جمل فنيه خططيه، يعني زي ما امبارح قلنا قسم الملعب كده بطريقه غريبه شويه، مربعات ومستطيلات، والتقسيمه كانت في مساحه صغيره. النهارده نفس الكلام، بيدي تعليمات فنيه، صوته يعني بيوقف المران اكتر من مره عشان يصحح اخطاء، بيتكلم مع اللعيبه بشكل جماعي عشان الكل يستفيد بشكل واضح، فيمكن ده حاجة كويسة بتخلي اللعيبة تستفيد، وبيخلي ان الكل يبقى يعني بيتعلم من اخطائه، رغم ان انا بقول لك ضيق الوقت، يعني الناس النهارده بتتكلم على ضغط المباريات، ولكن في كل حال من الاحوال سواريش عنده ميزة انه بيعالج الاخطاء، فدي ان شاء الله باذن الله تبقى فرصة كويسة. قبل ما اقول قائمة المباراة اللي اعلنها سواريش، اول قائمة يعلنها في مباراة النادي الاهلي هي مباراة الاهلي وبتروجيت. المباراة فيها 9 مساء، لجنة الحكام اعلنت ان الحكم محمود ناجي، معاه هاني عبد الفتاح واحمد التلاوي، ومع حكم رابع عاطف حسين، وهيبقى على الفار طارق مجدي وحكم مساعد شريف عبد الله. طبعا اللي هيفوز هيقابل نادي الزمالك. خليني اقول برضو، يمكن يعني القايمه اللي اعلن عنها سواريش فيها مش عايز اقول مفاجآت، ولكن هو راجل عارف بيتكلم ازاي، عارف الحدود المتاحه ايه، عارف يا استاذ عبد الناصر العناصر اللي موجوده اللي تقدر تفيده ايه، وبالتالي النهارده بعد التمرين كالعاده يمكن اجتمع مع سامي قمصان وابتدى ياخد يعني او يفكر في المتاح، وبناء عليه ابتدى ياخد القايمه اللي يعني يمكن كل الاهلاويه كانوا بينتظروها، زي ما انا بقول على اعتبار هي القائمه الاولى لسوارش في هذه المباراه. خلينا ناخد القائمه اللي اعلنها سوارش النهارده لقياده النادي الاهلي. معايا استاذ عبد الناصر؟ معاك يا احمد. القائمه خلينا نقول يعني في حراسه المرمى طبعا 3 حراس مرمى، نتكلم على محمد الشناوي، نتكلم على علي لطفي وعلى مصطفى شوبير. نتكلم في خط الدفاع، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف اللي بيعود، علي معلول، كذلك محمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد هاني. في الوسط بيتواجد حمدي فتحي وبيعود السوليه وايو ديانزي، يعني لاول مره نشوف الثلاثي دول مع بعض تاني. وقفشه وليد سليمان وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر وزياد طارق. في الهجوم حسام حسن ومحمد شريف وصلاح محسن. تمام. وبالتالي تم استبعاد باب بنون، وحضرتك عارف وهنتكلم ليه، لكن بيغيب طبعا لاسباب مختلفه محمود وحيد، طبعا عدم الجاهزيه الفنيه بالاضافه للصعب حارس المرمى حمزه علاء، كذلك بيغيب محمود متولي وبدر بنون، تم استبعاد كذلك احمد دبير كوكا ومحمد محمود لاسباب فنيه، وبيغيب طبعا المصابين اكرم توفيق وعمار حمدي واحمد عبد القادر ولويس مكسيوني وبيرسي تاو. دي القايمه اللي اعلنها، ويمكن كل كان زي ما انا بقول بينتظر هذه القايمه لانها تعتبر القايمه الاولى اللي بيعلن عنها سواريش في اول مباراه رسميه. عجبني هيثم شعبان المدير الفني بتروجيت، قال لك سواريش هيزود من صعوبه المهمه قدام النادي الاهلي، واحنا بنلعب فريق كبير ووجود مدير فني جديد بخبراته هيزود من صعوبة المباراة وهيخلي في حماس كبير عند لاعيبة النادي الأهلي. تم استبعاد بدر بنون، ويمكن أنا عارف إن معاك التفاصيل، وبدر بنون خلاص يعني هو بيقترب أو نقول نردول الاتفاق انتهى بشكل رسمي، كل الرطوش كل الأمور خلاص. اللي عايز بس أوضح إن الناس بتتكلم هو بدر بنون ليه النادي الاهلي سايبه؟ وبدر بنون ليه ماشي؟ بدر بنون موقفه ايه؟ ليه الاهلي تخلى عنه؟ خلينا نقول بمنتهى الامانه، رغبة اللاعب ورغبة النادي الاثنين التقيا لانتقاله لفريق قطر القطر، يعني اللاعب نفسه مرحب جدا بالعرض، شايف انه هيشيل عليه ضغوط كبيرة من ضغوط جماهير النادي الاهلي، هو شايف لما ينتقل لقطر القطر افضل له من النواحي النفسية بحكم ان مفيش ضغوطات هتكون عليه، قيمة العرض بتصل لأكثر من 2.5 مليون دولار، والأهلي هيبقى ليه كمان فلوس بعض الامتيازات في حال فوز اللاعب ببطولات، وبالتالي خلاص يعني بدر بانون بيخرج من حسابات النادي الأهلي، وخلال ساعات ربما يتم الإعلان بشكل رسمي على انتقاله لفريق عشان لازم خلال أيام يسافر لأسبانيا عشان يحضر فترة الإعداد من أولها مع قدر القدري. صح، ده حقيقي ده حقيقي.
برضه خلينا اوضح، يمكن ما تردد عن وصول عرض رسمي من اندرلخت بلجيكي لضم اليو ديانج بمنتهى الامانه من رجعت لاحد المسؤولين في النادي ده الاهلي. عرض قديم، عرض قديم وملوش لازمه، مفيش اي عروض لاليو ديانج. قال لي ان كان مش عرض حتى يا استاذ عبد الناصر، قال لي كل ما حدث ان في شهر يناير الماضي تحدث احد المسؤولين في اندرلخت البلجيكي سال عن موقف ديانج و القيمة التعاقدية الخاصة فيش فيش بيه، ما فيش أي عروض لبد لأليو ديانج حتى الآن. بالظبط، فبالتالي ده مجرد استفسار في شهر يناير، لكن حاليا ما فيش أي عروض لضم أليو ديانج سواء رسمية أو حتى شفهية. طالما أنت النهارده مضيع صفقات، خلينا نقول طبعا يعني نادي الأهلي بيرجئ كل الملفات الخاصة بالتعاقدات الجديدة لحين طبعا سواريش ما تبقى ليه الكلمة العليا ويبقى متعرف على لعيبة بشكل أكتر، ولكن لجنة التخطيط عندها رغبة إن يعني زي ما أنت قلت قبل كده مكسيوني يطلع إعارة أو بيع نهائي. طبعا سيد الدين خارج، ايضا خلينا نعلن ميكيسوني خارج حسابات النادي الاهلي بشكل يعني يفوق ال 99.9%. لكن يعني اللي عايز اقوله برضه ان ليه؟ لان اللاعب لم يقدم المردود الايجابي، وده هيتوضح كمان لسواريش، ويمكن سواريش زي ما هو قال شاف 4 مباريات وهيشوف مباريات اكتر. بيرسي تاو موقفه لسه مرتبط شويه بحجم اصابته وعودته، وانه متروك الامر للجهاز الفني. يمكن برضه تم توضيح لسواريش موقف المصابين وموعد عودتهم، الملفات اللي كان النادي الاهلي بينوي التعاقد فيها سواء ملف مهاجم او حتى مدافع. كل الامور دي متروكه لسواريز، وسواريز هو اللي هيحدد كل الامور خلال الفتره القادمه بناء على احتياجاته الفنيه. اي يا جماعه، اي لاعب غير بدر بانون وميكيسوني لن يتم الكلام عنه قبل 5 مباريات أو 6 من الان مع المدير الفني الجديد ريكاردو سواريز. ولكن لجنه التخطيط بتعمل خطه من خلال تحديد دايما كده في الاهلي كل المراكز مين السوبر فيها في مصر وبديله، علشان يبقى عندي لما اقعد مع الراجل اقول خلي بالك شركه الكوره مع لجنه التخطيط، المره دي شركه الكوره بقى، واخد بالك انت هتقول ايه؟ عايز باك يمين، عايز باك ليفت، عايز باك شمال، عايز مش عارف ايه، يبقى عندهم كذا كذا، عندهم من 1 لـ3 وممكن من 1 لـ5. ولكن الحديث في صفقات او مين راح او مين جه، اي حد هيقول لك حد غير بدر بانون وميكسوني بره الاهلي، وتاو موقفه يتحدد من خلال اصابته ورؤيه الجهاز الفني، وكهربا نفس الموضوع، واليو ديانج ما فيش اي عروض وباقي في الاهلي غير الـ5 دول، اي حد يقول لك حاجه كذب. عشان اجيب لك من الاخر بس، كله استهلاك ومالية هوا عشان الناس تسترزق، رغم ان انا عارف ان كله هيطلع يهبد وشغال يهبد، لكن راجل لسه بيقول يا بسم الله الرحمن الرحيم، عايز 4 مباريات 5 عشان يقدر يقول ده ينفع ولا ده ما ينفعش. لسه بادئ يا استاذ عبد الناصر، والنادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول عامل بدايل في كل مركز طبعا، علشان لما تبقى ما هو ده شغل لجنه التخطيط. بالظبط، خصوصا ان الراجل لسه طبعا مش عايز اقول ما حطش ايده على نقاط القوه والضعف الفرقه، هو شاف وعرف، لكن هو عايز يستكشف بنفسه. يعني حتى كابتن محمود الخطيب من ضمن الكلام اللي قالها له في الجلسه اللي حدثت اول امس، قال له لك مطلق الحريه في كل الامور الفنيه خلال الفتره القادمه، وعلشان تبقى عارف عمرنا كنادي اهلي ما بنتدخل في اختصاصات المدير الفني. بس انا بقول لك ان كهربا باقي في الاهلي وهيكون لي شأن مع الراجل ده، واحفظ كلامي برضه هو على مسؤوليتي، كهربا باقي في الاهلي وسيكون له شأن كبير مع ريكاردو سواريش، واحفظوا هذا الكلام على مسؤوليتي. وانا معاك يا استاذ عبد الناصر، خصوصا ان كهربا شغال مع نفسه وعلى نفسه بشكل كويس من النواحي الفنيه من النواحي البدنيه، هو عايز يبقى ليه قيمه، واعتقد كمان هو روحه المعنويه كمان عاليه دلوقتي، حتى وان كان مثلا في بعض الاوقات كان في توتر علاقه مع يعني بنتكلم مع موسيماني، فدلوقتي الامور اختلفت وعلاقته اكيد اكيد هتبقى بشكل كويس جدا مع سواريش، يعني خصوصا زي ما حضرتك بتقول هو حد جديد يعني. فيعني سواريش النهارده بيبدا بطموحات مختلفه هنتفرج عليه. عاجبني بالمناسبه تصريحات نونو جوميش اسطوره البرتغال ولاعب بنفيكا السابق
يعني على قيمة يعني سواريز، وإن هيبقى الجمهور الأهلي سعيد بيه، وإن قيمته الفنية كبيرة، وإن اللعيبة اللي بتعالج الأخطاء بشكل كويس. فلا أعتقد حاجة محترمة جدا جدا جدا. بتسأل على عبد القادر، يعني إن شاء الله أحمد عبد القادر بإذن الله حالته بتتحسن، يعني ربما بإذن الله خلال أسبوع نلاقيه موجود في التدريبات الجماعية. عايز بس اوضح ضبط النصر حاجه انت قلتها، محمد الشناوي لا نية للنادي الاهلي، ليه الاستغناء عنه تماما هو او هو خلاص، هو نادي النصر خلاص تعاقد مع نصر بس خلي احمد بالك، عبد القادر طريقه الكابتن محمود الخطيب وعده، ولكن ده بيتوقف في عرض ولا مفيش. احمد ياسر ريان حتى الان راجع من الاعاره، ولكن قلنا كل الملف اتقفل يا جماعه، احنا ما بنتكلمش انجليزي، بنقول لكم اللي يرضي ربنا، كل الملف اتقفل. بص انا اكلمك فيه تاني بعد الاهلي وبيراميدز في الدوري، كل الملف اتقفل. راجل بيشوف اللعيبه اللي موجوده، عايز له من 5 ل10 مباريات، ولسه الدور التاني كله طويل، فنهدى صحيح. وما تصدقوش اي كلام. استاذ عبد الناصر انت عجبني في كلمه قلتها من شويه، قال لك انت قلت صاحبت التوقعات وصاحبت الوهم الناس اللي بتالف. فاسهل حاجه ان احنا نالف، نقول الراجل قرر الاستغناء رسميا عن محمد محمود، قرر الاستغناء رسميا عن مش عارف مين، يعني سهل جدا. ولكن بمنتهى الامانه الموضوع لسه فيه كتير وفيه تفاصيل كتيره، وهو حتى هذه اللحظه لم يحسم الامر بعد. بمنتهى الامانه في اكتر من ملف هو شغال عليه، سواء صفقات سواء تعاقدات سواء يعني بنتكلم على معارين، حاجات كتير لسه لم يحسمها بعد. اللي بيسأل بيقول كهربا ما بيتدربش مع الفرقة ليه؟ كهربا معمول له برنامج خاص، لأن في كهربا ما مش هيلعب، كان يتدرب مع الفرقة بس معمول له برنامج إعداد خاص. هو كهربا دلوقتي يعتبر في فترة راحة، عشان كده بقول لك هيعمل موسم تاريخي. كهربا خد الراحة السلبية بتاعته لما جه، وشغال دلوقتي بيعمل فترة إعداد زيه زي كل لعيبة العالم. فكهربا قدام فرصة عمر، لو ما عملش أحلى موسم ليه في حياته ويعمل إعداد بدني قوي ويعمل إعداد فني قوي، يبقى لا يلومن إلا نفسه. متفق معاك مش يا عبد عارف الناصر، لكن خدها مني كهربا شغال على نفسه جدا جدا جدا، ومشتاق جدا 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 انه يلعب في تشكيله النادي الاهلي بشكل كبير. ما يعني تعرفش، ربنا يمكن شايل له الخير. يعني الراجل جه من الدوري القطري، من الدوري التركي، خد الراحه السلبيه بتاعته، شغال بيعمل فتره اعداد متدرجه زيه زي محمد صلاح وزي كل لعيبه العالم. يعني ده شغال صح، لكن الباقي اللي شغال بيلعب ده شغال بالامر الواقع بعيد عنك، ده كله غلط وكوارث اللي بيحصل عندنا، مواسم متلاحمه كده في بعضيها، دي كوارث. يلا مبروك يا محمد صلاح. طبعا محمد صلاح وقع لليفربول يا جماعه، وكله كان متوقع ده، ولكن خليني اقول لكم يعني حتى 25 ابو مكه موجود في ليفربول وهيمتعنا، وربنا يكرمه بالتوفيق والبطولات. شكرا. التوقيع كمان من قلب البونة ومعاه وكيل اعماله، والناس يعني رسالته كانت واضحه للكل، واتكلم بمنتهى الامانه على قيمة التواجد في ليفربول، ولا افتقد ساديو ماني. لا النهارده محمد صلاح يعني تقريبا، مش تقريبا، هو بقى اغلى لاعب في تاريخ ليفربول، اغلى لاعب في تاريخ ليفربول. يعني محمد صلاح ما شاء الله، يعني مش هتكلم على الارقام والراتب الاسبوعي والكلام ده كله، لكن اصبح محمد صلاح رسميا اغلى لاعب في تاريخ ليفربول. يعني الناس اتكلمت تجديد التعاقد لحد 2025، ولا خلينا نقول الارقام. يعني صحيفه ذا تايمز قالت الراتب هيبقى حوالي 350 الف جنيه استرليني اسبوعيا، فنتمنى له التوفيق ابو مكه باذن الله. ألف مليون مبروك. ما موسم 25 26 يا أشرف عادي. ما هو موسم 25 26 عادي. أغلى رابع أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي حاليا. ربنا يوفقه. شكرا يا أحمد. بشكرك يا عبد الناصر. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة.